ياسر ياسر، هاي خير. بقولك شيء بس لا تزعل، ترى اليوم انت مره قاعد تتزبد للزبون صدق. يعني انت ما سمعتي كلامه؟ ترى ما قال شيء، يعني عادي قاعد يسأل عن تفاصيل القاعة. حقه يسأل، ما قلنا شيء بس ما يقل أدبه. والله بالنسبة لي انا ما شفت قلة أدب. ايش تبين توصلي لها؟ تبين تطلعيني انا غلطان يعني عشان ترتاحين؟ انت نفسيه ترى، ها نفس يا نفسيه. زعل شايفين داهيه. يا اخي حركاتك ما تخلين، ايش فيك مزعل البنت يا ابن الحلال؟ خير؟ راح التشكيلك؟ لا والله ما شكت لي ولا شيء، لكن حركات المراهقين دي في الشغل ما تصلح. يعني شغل اغار عليس، احبس، اموت فيس، شغل. طلال مالك فاضي لك، وش تبي؟ اخوي جايت قهوه عندك، ايش فيك تتكلم معي كذا يا اخوي؟ مالك فاضي لك، مشغول. وش مشغلك؟ وش تزعل بنات الناس وبس؟ اسمع عاد، انا ماني بنوره، انا طلال، ها؟ لا يكون هبلت. اي انا هبلت. أنا انهبل، شايفني أشد في شعري ومقطع من هدومي، ها؟ لا لا لا، واضح إني لو جلست شوي لا كسر جوارك فوق راسك. أنا بطلع أخذ لفة إلين ما تهدى، وإذا ما هديت جيت هديتك بالغصب.
رجعت لك 60 داهية معها. قبل شوي جاني زبون يشتكي من تعامل ياسر. شفته بالصدق هو عصب عليه شوي. والسبب؟ مدري. أنا شفت ياسر اليوم وصراحة حسيت فيها أشياء غريبة شوي. لغة الجسد عنده مضروبة، أخلاقه معفنة. فمن تحليلي والحس الأمني العالي عندي أقدر أقول إن عنده مشاكل عائلية محتاجة إلى حل. مشاكل عائلية؟ نعم. مش دخلنا في المشاكل العائلية حقته، يروح يحلها في بيته مو في مكان العمل، صح ولا لا؟ هو صح، بس يعني مهما كان ترى ياسر والله موظف متميز، يمكن يمر بظروف صعبة ولا شيء، مش درانا احنا؟ ما هو عشانه متميز أنا لازم أجلس معه، صح ولا لا؟ صح ها؟ صح. يلا كل واحد يروح حله، يلا كل واحد شغله. يلا وراه، يلا. هلا استاذ ماجد. ابشر. ما شاء الله شكيتيني عند ماجد ها؟ انا؟ لا امي. مو بنتي ابدا. طيب نتفاهم بعدين. صدق انك مو طبيعي. انت يا طلال ويحك يا رجل ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ راح تشكيني عند ماجد تقولي ما الحدث؟ انا؟ لا امي. امي؟ خالتي ام ياسر جايه؟ يا ياسر كل الكلام اللي سمعته مو بصحيح. ايش فيك يا اخوي هدى اعصابك استريح استريح. مالك جالس؟ ترفع ضغطي تبيني اجلس؟ يا اخوي انت جايه معصب قبل لا اتكلم. رجاء لا تغلط. اسمعني يا وش اسمع؟ تفصلني؟ افصلني الله لا يحوجني لك، كل شيء الا الكرامه. لا حول ولا قوه، وش فيك؟ ترى قاعد ترفع ضغطي انت، وش عندك؟ يا حبيبي يا ياسر، انا بعطيك اجازه لمده اسبوع عشان تهدي اعصابك. الا ما ودك ترسلني مستشفى المجانين عشان ترتاح؟ لا حول ولا الا انت بترفع ضغطي. ايه ازين خليه يرتفع، يجعلك تموت هذا، ذوق لي انا ذقته. عاد اسمعني عاد، قدامك امرين لا ثالث لهم. الاول؟ الاول انك الان تروح تاخذ اجازه وتكني من شرك. والثاني؟ الثاني تقدم استقالتك الحين، لان المعامله اللي تعاملها مع الزباين ما تصلح لنا. متى بتبدا اجازتي؟ من الحين. يعني اعتبرها طبنا مؤدبه. اعتبرها مثل ما تبي. يلا توكل على الله. وش كان يصير يا اخي؟ لو سمحت يا اختي. لو سمحت يا اختي انا مستعجل. لو سمحت يا اختي ممكن تردي علي؟ خير. انا اللي ساعه واقف هنا انتظرك تتكلمين. يا خير يا طير، مو شايفني مشغوله؟ مشغوله في وشو؟ مالك دخل. لا حول ولا قوه الا بالله. ممكن تعملي لي شيك اوت؟ كم رقم الغرفه؟ 209. شو الفندق الغريب؟ رندا. هلا. عندك شاحن؟ لا. وين ماشي؟ وين خالتي ما جت؟ وش دخلك؟ وش دخلك؟ وش فيك يا ابن الحلال؟ وش فيك؟ اهدى اهدى، ريلاكس ريلاكس ريلاكس. ايش فيك معصب؟ ايش فيني معصب؟ رجعنا هالسيرة. ماني معصب، انا ماني معصب، اثبت لك ها؟ هذا ياسر اللي عارفه انا. ارحم عليك. ماني معصب، ماني معصب. ايش ذا المهبة ذولي؟ الله يلعن ابوها من حالي يا شيخ. ايش في؟ ايش في؟ عسى ما شر؟ نعم، ايش تبي انت الثاني؟ ايش تبي؟ فيك يا صلحي الله يهديك، ايش فيك معصب؟ مسويك شيء؟ مو شغلك، معصب مو معصب، مو شغلك. تحيك انا معك بس قاعد اقول لك يعني هدي، ترى ما بيننا ثار بس في قربعة وجيل. يا اخي قاعد ببيتكم انا. ايش تبي؟ ايش تبي؟ قل لي، عطني الاخر. ايه ايه، ايش فيك انت يا اخوي؟ ترى ما قتلت لك احد انا. انا اسالك وش الاخلاق الخايسة؟ اخلاقي احسن من اخلاقك واخلاق اللي خلفوك. لا عاد انت كذا بديت تغلط عاد.
اقول لك بتاكل تبن ولا شيلك اكبس عليك داخل هالقدر الحين. اوف. مزعل انا، ناقص زيت ولا ناقص مرق؟ منال ايش فيه ذا؟ في احد مزعله؟ طلال وخر ماني برايي قتلك. زين طبخكم الحين عاد انتم؟ راشد راشد هي وش اللي ايه؟ خير وش فيك؟ ماني فاضي لك، ايش تبي؟ النزل جالسين يشتكون، الغرف ما تتنظف وانت جالس هنا؟ أخر وشغلك؟ شغلي بجي بعد نص ساعة الحين، وأخر عشان ما أبدأ أغلط عليك. طيب أنا أوريك. الموضوع ما ينسكت عنه، احنا لازم نعلم أبو خالد. غريب اجتماع وما قال لي. من حضرة انك تقول صدقت نفسك. اكيد ان جاينا ناس من برا ولا يجينا نجي. والكذب انت وش لابس؟ من قال لك وقت الشغل بتلبس الشغلات دي؟ يا اخي نيو ستايل، وش فهمك انت في الاشياء دي؟ شوف شغلنا بس. كل هالتكسير بيجي على راسك. اقصر الشر وخليك ساكت. واذا ما سكت هدى، ترى انت جالسه تهدمين بيتك بنفسك. ليه وش بتسوي يعني؟ بتطلقني؟ ابركها ساعه. زين يا هدى، دام الطلاق ابرك ساعه انت طالق. اللي قاعد يصير في الفندق ده ما ينسكت عنه ابد. ليه خير؟ من وين جي خير؟ واليوم اثنين طلقوا حريمهم. اوف. واحد ضارب حرمته كفين في السيب. اوف. واحد رامي ولده من الدور الثاني يقول ازعجني. يا رجل كيف كذا؟ احنا داري. الحين انا معتقد ان المشكلة عند ياسر ومعطيه اجازة. طلع لي الحين رندا وراشد. ومنال وصالح. بعد؟ بعد. حتى ابو خالد ما ادري ايش فيه. مسكر على نفسه ولا يبي يشوف احد. لا ابو خالد اكيد اللي قاعد يغازل. شو ابو خالد؟ أنا أقول لك الحين الوضع بالنسبة لي صار واضح، الصورة اكتملت بحكم الحس الأمني اللي عندي وأنت تثق فيه. صح أحيانا يعني. أقدر أقول لك إن فندقنا فيه عين وإحنا محتاجين شيخ ثاني يقرأ عليه. بدينا شغل الخنبقة حقك ذا ونصابينك، فكنا الله يرحم ولدك شغل أبو مرزوق وغيره ما نبي. طيب. أنا أقول لك نمشي بالمنطق وبالعلم، عشان كذا إحنا لازم نجيب دكتور نفسي. نفسي؟ إيه. ملتزم. أستاذ ماجد، أنا طبيب عام، مو طبيب نفسي. عارف أنا، الحين أنت ما درست سنتين في طب النفس؟ إلا بس ما كملت. طيب حلو، بالعكس هذه خبرة عندك. بيني وبينك يا دكتور، أنا ما أثق في أي أحد أعطيه أسرار الفندق. وغير كذا يا دكتور، أنا أبيك تجلس مع الموظفين تداريهم وتعرف وين المشكلة. طيب ممكن سؤال؟ إيه تفضل دكتور. من متى بدأت الحالة في الفندق؟ يعني من كم يوم كذا. طيب وكم شخص صارت له هذه الحالة؟ كل الموظفين ما عدا ثلاثة، أنا وطلال ونورة وأبو خالد راعي الفندق، ما أدري وش صاير فيه، مقفلين على نفسه ولا يبي يشوف أحد. بعد؟ إيه الرجال مشاكل في بيته والعائلة ومطلق مرته بعد. لا عاد مو لهالدرجة عاد. أجل وش الموضوع؟ مو بسهل، إيش فيك يا دكتور؟ تصدق عاد بديت أمسك طرف الخيط. حلو، وش فيه؟ أبي منك شغلة. آمر. أبي أجلس مع كل واحد صارت له الحالة في الفندق. أبشر، تم. وأولهم بخالد، راح أبدأ فيه. حلو. أبيك تكلمني عن بخالد، عن حالته بالضبط، كل شيء، حتى الأشياء اللي تحس إنها بسيطة وتافهة، قولها لي. والله شوف أبو خالد صراحة ما أدري وش اللي صاير، يعني مقفل على نفسه ويقول أنا في اجتماع، وهو أصلاً ما عنده لا اجتماع ولا عنده شيء. طيب وبعد كمل لي. وغير كذا يا أخي مشاكل مع عائلته، يعني واصله معاه انه مطلق زوجته بالجوال مسج وعلى سبب تافه.
يعني انت تحس في حالة ابو خالد انه مش قادر يسيطر على نفسه وانفعالاته؟ ايه ما ادري وش اللي صاير فيه صراحة. اعتقد والله حالة ابو خالد هذه يسمونها التهام الذات. التهاب الذات؟ طيب الالتهاب هذا مش لأسبابه يعني؟ التهام مو التهاب، التهام. التهام الذات. سبق تعرضتي لعنف أسري؟ لا. طيب بعد الحالة اللي تيجيك هذه حسيت بنوع من الكآبة، الوسواس؟ بعض الأحيان، مرة أي ومرة لا، بس ما أدري وش السبب. السبب إنه الأعراض اللي فيك هي أعراض وهم كوتار. كوتار؟ مطولين؟ هدي وارتاحي، كلها كم سؤال تقدرين تمشين. دكتور أنا إنسانة كتومة ومستحيل إني أبوح بمشاعري لأي أحد. تشخيص الأول إليك يا راشد يقول إن عندك إحساس بالدونية. كيف؟ الدونية. وش الدونية دي؟ الدونية إنك أنت تحس إن نفسك أو شخصك أقل من البقية. هذا مو صحيح، مو صحيح. بالعكس أنا واثق من نفسي، يعني رشاقة طول بعرض. تراني قوي في الضرب، في المضربات تراني أضرب، لا يغرك يعني يدي قوية. طيب هدي، إيش فيك من فعل؟ شو قلت بضربك؟ أنا ما قلت ما من فعل. هدي نتحاور عشان نوصل. أنا هذه يعني هذه أنت تحس إني من بادي؟ مجرد نقاش بينهم. إيه لا هذه بالعكس هذه جدا. وسواس القهري إيش أعراضه يا دكتور؟ هو نوع من الاضطرابات المرتبطة بالقلق. الشخص المريض يشعر بأفكار ومخاوف غير منطقية وتخليه يتصرف بشكل قهري. احتمال كبير تكوني مصابة بمتلازمة ثري جولي. إيش تعني؟ الوالد والوالدة منفصلين. فلا الله ولا فالك، كلنا عايشين مع بعض. المتلازمة هذه تخلي الشخص المصاب يشوف كل اللي حواليه شخص واحد، يتغيرون ويتنكرون ويطاردونه. دكتور الحين أي شيء أقول لك إياه يكون بيني وبينك صح؟ أكيد، سر بيني وبينك. أسرق سراويل، أسرق فنايل، أسرق جزم، أسرق شرابات. شرابات يعني الحين المفروض الواحد مستواه يتبع، ها؟ مستواه قاعد ينزل. انحدار. كنت أسرق بقالات. صديق جيب موس، أول ما يلف أنت في أم الفلوس. سبرنت محطات. صديق عبي فل، ما يشوف إلا أثار كفرات سيارتي في الأرض. والحين شرابات. إيه شمها، أبي أسرق شيء ما شميته. أنا كرهت نفسي مرة. أحس، شوف الدنيا دي، الدنيا أنا الدنيا، أنا قاعد أحس إني ضعيف. شيء مؤسف، مؤلم. معك دخان؟ دكتور الصدق أنا ما أدري إذا مات ولا لا، بس أنا مشيت وخليته. ولا عندك إحساس بالذنب؟ يعني ما أدري، عادي مشيت وخليته. إنسان نباتي أنا يا دكتور، كل يوم يخلوني أذبح حيوان وأطبخ لهم إياه. يخلوني كل يوم أقتل حيوان وأطبخ لهم ويأكلوني أمال اللي. أنا ما أحب اللحم، أنا نباتي، والله نباتي. أمي بصفراء مع من كانت تحبني، تقول عني دبة، عمري 9 سنين ووزني 50، كنت كني دبدوب قاعد يمشي، كانت تحب خواتي. أنت تشوف أني مو حلوة؟ تشوف أني مو حلوة؟ أستاذ ماجد، أنا قابلت كل الحالات في الفندق. حلو جميل، طيب ها وش طلعت فيه؟ والله بعد جلستي معاهم واستماعي يعني حطيت 4 احتمالات. قد يكون السبب احتمال واحد أو اثنين أو ممكن الأربعة كلها مع بعض. طيب وش الأربع احتمالات؟ الاحتمال الأول هو الوسواس القهري، والاحتمال الثاني هم كوتار، والاحتمال الثالث متلازمة فريجولي،
والرابع هو التهام الذات، وأنا أرجح الأخيرة طبعاً. اللي هي التهام الذات؟ أتوقع. طيب وشلون نعالج المشكلة؟ ما أقدر أقول لك شنو العلاج إلا لما أجلس مع هذه الحالات مرة ثانية في أوقات مختلفة وأشوف. طيب. أتمنى أن هذه الحالات بعد يومين تكون جاهزة للفحص. أبشر ولا يهمك. طيب أستأذنك أنا الحين. يا هلا ومرحبا. فهد 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 اه فهد اي اي ايش تبي؟ عطني جوالي راح دور يا اخوي ما انا فاضي لك. عطني جوالي شوفه عندك هنا اخلص اخلص انا معطي رنده شوفه هنا بالدرج جبه ليه بس اقول لك سويت مع الدكتور قال لي انت احسن واحد فيهم زين تخش معي جيم قدام يلا اللي يفوز وش له كف اللي يفوز يصفق الثاني كف لا ما يصلح كف وما كف ايش الكلام اللي يفوز يغطي عمل الثاني ويعشي ايش رايك يعني تغطي عني انا اغطي عنك واعشيك اذا فزت انت اذا فزت انا تغطي عني انت وتعشيني تم خش انت خلصت جيمك؟ ايه يلا تعال بشر صار وش اللي صار؟ شكل الدكتور عقدها بزيادة وش عقد ما عقد انت فيه كتبها؟ انا جايك بموضوع اهم خلنا نروح نقول لك عند ابو خالد قم اجلس 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 قال ابو خالد فضيلك ابو خالد ليه بعد اجتماع؟ من أمس، المهم أنت وش الموضوع اللي تبيه؟ شف، أنا بديت ألقط بعض الخيوط الشباب لما جلسوا مع الدكتور رجعوا طبيعيين أوه، يعني لهالدرجة تأثير الدكتور طلع قوي لا يا رجال، وش تأثير الدكتور أنت؟ الشباب يوم جلسوا مع الدكتور كلهم ما استخدموا جوالاتهم فالظاهر أن المشكلة في الجوالات طيب، وش الرأي؟ I think يعني، فترة ذي إنه نسحب جوالات الموظفين كلهم يومين يومين ثلاث أيام نشوف نجس النبض هل المشكلة تطلع في الجوالات وأنا متأكد إنها في الجوالات أو إننا نبحث عن موضوع ثاني أنت الظاهر فيك متلازمة فرجولي أو التهام الذات لا أنا عندي صدق أنت بسهل عندي فرجولي فطريات وعندي التهاب في المفاصل خفيف يعني ما. الله يقرفك يا شيخ أنا اللي غلطان قاعد أسولف معك يلا يلا انقل عن شغلك يلا قم 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 لا كذا ما يصير عادي يعني معقول اجتماع من يومين أنا أحس سلمني مخوفني شوي يا فطس يا مات يا فيه بلا فبدخل أشوف شو عنده خالد ايش عندك؟ كيف دخلت انت وياه؟ ما تقرا مكتوب اجتماع؟ اجتماع مع نفسك اطلع برا اطلع برا انت وياه حتى انت يا ابو خالد؟ طايف جواله او ماي جاد والحل؟ حل عندي بكره الصبح اوريك Thank you.
يا سلام يا سلام يا سلام على افكارك يا طلال، بس انا لما افكر افكر صح. السلام عليكم حبايبي، والله رجعت الروح والحياه للوتيل. فانتاستك، شفت يا ماجد كيف؟ ماجد ماجد. نعم، ايش تبي؟ قاعدتك وجهنا.